يقول السائل: لي أبناء وأعطيت أحدهم ناقة، حيث إنه هو الذي يحفظ الإبل الخاصة بي ويقوم عليها دون إخوانه، فهل فعلي هذا صحيح؟ إن كان هذا من باب الإجرة، أعطيته الناقة على أنها إجرة لعمله فلا بأس بذلك، هذا في مقابل عمل. أما إن أعطيته الناقة أو غيرها من باب المحبة له أو الحيث معه، هذا لا يجوز حتى تعطي الآخرين مثله. نعم.